برنامج دي مع عددين صح؟ وقلنا يا باشمهندسين عشان السبب خدنا برنامج دي مع عددين. كم واحد ما حضرش السيشن اللي فات؟ طب عدد قليل، المفروض بقى ان اغلب الناس ترد معايا. ماشي؟ خدنا اللي فات السيشن اللي فات قصدي برنامج جمع عددين بقى مفروض. وقلنا ايه؟ وقلنا في البرنامج ده يا باشمهندسين ان احنا لازم عشان نستقبل عددين من اليوزر كنا بنعرف حاجه اسمها تعريف الايه؟ المتغيرات. انتوا نسيتوا تعريف المتغيرات؟ انا حكيت لكم عليها بنص ساعه. تعريف المتغير ده معناه احجز مكان فين؟ في السكن. وقلنا الاستنبط بتاعتنا كانت ماشيه ازاي؟ نوع المتغير وبعدين المسافه اسم المتغير صح كده؟ كانت ايه الانواع الموجوده عندنا؟ 10 انواع مين؟ الانفلوت والبلوت وكمان والكركر صح كده؟ دول 10 فرق اقوال. طب تعالوا نعمل البرنامج بتاع جمع عددين بس ناخده بصوره مختلفه شويه. اولا اي برنامج بلوت السي عشان نكتبه فاكرين الاستنبط؟ اول حاجه ايه؟ هاش انكلود. الله ينور عليك. هاش انكلود ايه بقى؟ بعد الهاش انكلود السيتي والسيتي يا باشمهندسين كنا بنكتب ايه؟ النيم. وهو النيم بنشوف احنا هنعمل برنامج قلنا كذا اللي هنختار نطلعه جوه الدرجة الرئيسية بنشوف اللي احنا عايزينه من البرنامج ونكتبه هنا مش طيب احنا قلنا عايزين نجمع عددين أول حاجة ان انا هحجز لهم مكانين في الذاكرة طب بنحجز مكان ازاي؟ عن طريق الاستنشن طب ايه رأيكم ممكن نعملها بلوت ولا اي كده؟ اي حاجة مش هتفرق هنعملهم بلوت مثلا هنقول له بلوت اكس ده المتغير الاولاني صح كده؟ عايزين كمان متغير نقول له بلوت واي صح كده؟ طب مفيش طريقة ابسط من كده؟ هناخد دي كده نحطها في نفس السطر ونعمل هنا كومه اكس وواي خلاص يا شمسين الامر ده على الذاكره بقى الامر ده راح على الذاكره كده والحاجه اسمها مكانين مكان اسمه اكس ومكان اسمه ايه؟ اسمه واي وبخزن فيهم قيم معها ايه؟ الاثنين اللي كده على العمل العشريه خلاص كده؟ طيب بعد ما حجزت اماكن المفروض عندي طريقتين عشان احط فيهم قيم الطريقه الاولى ان انا جوه اكس بتساوي 13 و3 من 10 هيبقى اكس وحده 13 و3 من 10 لو عايز احط الواي احط واي بتساوي القيمه اللي انا عايزها واحط في النهايه اسمي فور دي الطريقه الاولى اللي خدناها في السكشن اللي فات الطريقه اللي احنا عايزين ناخدها السكشن ده ان احنا نخلي اليوزر هو اللي يدخل القيم من خلال الكيبورد خلاص يا باشمهندسين طيب كان في داله خدناها في السكشن اللي فات قلت لكم الداله ديت بتتفرج على الشاشه كانت اسمها ايه؟ برنت ايه؟ ممكن لسه قدامنا من شويه عايزين كمان داله بقى بتستقبل القيم من الكيبورد ما احنا عندنا اللايبراري دي اسمها ايه؟ ستوديو روتيشن، ستوديو دي مش معناها ستوديو تصوير، لا معناها ستاندرد انبوت اوت عشان تبقى واخدين بالكم بس. ستاندرد انبوت اوت يعني ايه؟ يعني الانبوت الاوت بتوع الكمبيوتر المقصود بيها كده. طب الاوت بتوع الكمبيوتر هي عباره عن ايه؟ الشاشه، طب والانبوت؟ الكيبورد. فانا هستخدم ده اتفرج على الشاشه وهستخدم ده استقبل لمين؟ الكيبورد. الداله اللي بتتفرج على الشاشه عرفناها اسمها بنت ايه؟ وهناخد تفاصيل عنها كمان شويه. الداله اللي عايزين نستقبل بيها اسمها ايه بقى؟ سكانك، لسه لازمها من شويه. طب الداله اللي اسمها سكانك لها ستاندرد، نكون عارفين الستاندرد دي هتفهمها كويس. بنكتب هنا الاول الفص المفتوح ونقفل الفص، نحط في النهايه اسمي كورد، ما تنساش الغلط دي. وبعدين في النص هنا كورد، وبكتب هنا حاجه وهنا حاجه. الحاجه دي اسمها ايه؟ مواصفات التشكيل. والحاجه دي اسمها ايه؟ عناوين المتغيرات، فرد مع لسانك. طب مواصفات التشكيل الباشمهندسه شيماء شرحتهم لكم من شويه. ولا لكم مواصفات التشكيل دي اللي بتستخدمها علشان اعرف احدد نوع البيانات اللي انا هستقبلها من اليوزر صح كده؟ ولا لكم عندنا كام موصل؟ عندنا كتير عندنا اربعه على الاقل عندنا مثلا اول واحد اللي هو برسنتج ايه؟ ده لمين؟ للفلو عندنا واحد اسمه برسنتج دي ده لمين؟ ده للانتجر برسنتج دي ده للانتجر وعندنا واحد اسمه برسنتج سي توقعه يبقى مين؟ للكاركتر عندنا واحد برسنتج اس توقعه يبقى مين؟ للستريك للسلسله الحرفيه. ده معناه يا باشمهندس لو انا عايز استقبل قيم بسكان اف وتكون القيم دي فلوت يبقى هكتب هنا يا باشمهندسين ايه؟ طب لو كنت عايز استقبل قيم صحيحه هكتب هنا برسنتج دي، لو عايز استقبل حرف هكتب ايه؟ برسنتج سي، لو عايز استقبل سلسله حرفيه هكتب برسنتج اس، صعب الموضوع ولا سهل؟ طيب تعالوا نكتب كده الجزء الاولاني من سكان اف، انا خلاص هشيل اكس بتساوي ديت والمكان دلوقتي فاضي ما فيهوش حاجه. فالمفروض ان انا هكتب سكان اف، هاي سكان اف وهعمل دبل كوتيشن وهقفلها واحط فيه الكوما وهقفل الايه؟ السكان اف. ايه رايكم احط هنا ايه؟ خلوني بقى برسنتج دي صح؟
اكتب ايه بقى؟ لان المتغير بتاعي فلوس. طب يا باشمهندس استنى، هو انت عايز تستقبل كام رقم؟ واحد ولا اثنين؟ اثنين صح. يبقى اكتب كام برسنتج؟ اكتب 2% الاول وايه الثاني. طب يا باشمهندس احط مسافات ولا ما احطش؟ مش فارق معايا، حطيت مش فارق، ما حطيتش مش فارق. خلاص يا باشمهندس بس الكلام ده مع سكان اكتب بس. طيب بعد كده يا باشمهندس بقى اكتب هنا حاجه اسمها ايه بقى؟ قول اسمها اسمها ايه؟ عناوين المتغيرات. يعني ايه عنوان متغير يا باشمهندس؟ احنا عرفنا يعني ايه متغير صح؟ متغير معناه حجز مكان في الذاكره. اهو بعرف المتغير هيبقى حجز مكان في الذاكره. جميل. ايه بقى موضوع العنوان ده؟ بص يا باشمهندس كل مكان في الذاكره بيبقى له عنوان وله بيانات متخزنه جواه. على سبيل المثال ده مثال دايما بقوله لزملائكم ان انا بقول انتوا عارفين الجزمه بتاعت الماس بتاعتي صح كده؟ تبقى عباره مثلا طلقه كبيره كده وفيها حوالي 50 دور صح كده؟ ازاي اقدر اميز ما بين كل دور والتاني؟ بيبقى في ستيكر محطوط على الدرج. اهو الستيكر ده عباره عن عنوان الدرج بصرف النظر عن الدرج بيحتوي ايه من جوه صح كده؟ اهو الستيكر ده اسمه ايه؟ عنوان الدرج. كذلك الذاكره هي عباره عن شويه ادراج برضه عامله زي يكون شويه ادراج. كل درج يا باشمهندسين بيبقى جواه شويه بيانات وكمان له ايه؟ له عنوان. يبقى ده كده عباره عن العنوان وده عباره عن الايه؟ عباره عن البيانات. ودول الاسم بتاعه، الاسم بتاع المكان. صعب الموضوع؟ تعرفوا الفرق بينهم كلهم كده؟ طيب جميل. انا هنا بقول لك عايز مين؟ اسم المتغير ولا عنوانه؟ عنوان. طب عنوانه يا باشمهندس بجيبه ازاي؟ قال لك سهل، حط علامه الان قبل الاسم بتاع المتغير. طيب هو مين المتغير اللي انا عايز استقبله؟ اكس. طب لما عاوز اكتب هنا اكتب بقى اند اكس. طب انا هستقبل واحد ولا اثنين؟ اثنين. يبقى جاي حاطط كومه واكتب مين؟ اند واحد. اصل كده سهل خالص صح؟ طيب المعالج بقى لما بيروح ينفذ قلت لكم بيجري على مين؟ بيروح على مين؟ على مين؟ يعني لو انا كاتب كلام كتير قوي هنا كده ما بيبصش لورا، هو بيجري على مين؟ مش هي اسمها مين؟ اسمها الداتا الرئيسيه، يعني اول حاجه اسمها زي. فلما لما راح هنا عمل ايه دول؟ عمل ايه في الذاكره؟ حاجه اسمها كانين، الله ينور عليك. لما يجي هنا بقى يعمل ايه؟ قال لك ان البرنامج مش هيتحرك من هنا ابدا، ليه؟ مستني ايه؟ مستني ان انا بالكيبورد ادخل القيمه وكده اضغط انتر. طب لو دخلت القيمه ما ضغطتش انتر عمره ما هينتهي للامر اللي بعده، هتلاقيه واقف على الاستنسر. خلاص يا باشمهندسين؟ طيب احنا كده هنفترض ان اليوزر دخل القيمه اكس ودخل القيمه دي ب 10 ودخل قيمه واي ودخلها ب 20 المفروض اعمل ايه بعد كده؟ هو البرنامج كان بيعمل ايه في الاول؟ بيجمع اكس وواي صح؟ فالمفروض ان انا اعمل قيمه دلوقتي هجمعها اقول له اكس زائد بي زائد واي. ده كلام جميل جدا. طب الكلام ده يا باشمهندس ينفع اسيبه كده؟ فلازم اخزنه في مكان برضه صح؟ فهنقول هنخزنه في مكان اسمه زائد. ولا غنيه زائد ده لازم نطلع فوق تاني نعرفه صح؟ جينا عاملين كده كوره وبقول ان في متغير اسمه كده كلام سليم وجميل جدا. واعتقد ان انتوا دلوقتي علاقه فاهمين صح كده؟ طيب انا جبت النتيجه المفروض اعمل ايه في النتيجه؟ بعرضها على الشاشه. مين الداتا اللي بتاعتي؟ برنت اف. وبعد كده اكتب سليم اف وبعدين هكتب الاستنبط دبل كوتيشن كوما هنا بكتب حاجه وبعدين بكتب المفروض سليم كوما. فخدوا بالك هنا بكتب ايه؟ قولوا لي كده يعني ايه مصدر التشكيل زيها زي مين؟ زي السنه كتير اللي معاك حاجه هي زي هذا السنه. عندي ايه بقى هنا؟ كام متغير هعرضهم؟ انا رايح عايز اعرضهم صح ولا واحد بس؟ عايز اعرض النتيجه صح؟ فهو جاي قايل واحده بس برسنتج مين؟ برسنتج ايه؟ الله ينور عليك. طيب هنا بقى اكتب مين؟ بصوا كده في السكالب كنت بستخدم مين؟ برنت اف بستخدم الاسم يعني المفروض اكتب هنا؟ اكتب الاسم اللي هو مين بقى؟ اللي هو الزد. سؤالي كده طبعها الاول على الشاشه؟ اه يعني هو انا لما بكتبه بظهر لي الاول على الشاشه. هو بيظهر لان السكان هيخليه يظهر. هو برنت اف هو المفروض ان هي تكتب اللي هو صغير تكتب لي برنت اف عشان تعمل ايه؟ انا فاهم قصدي، يعني انت عايز تقول ايه؟ ان حصل جمع اكس مع واي هو عباره عن زد صح كده؟ حل ده الحل صح برضه. انت كده بتعمل ايه؟ الاوبشنز هنا في البرنامج. لكن انا عايزه برنامج سنجل خالص ان انا بديله قيمتين هو يعرض لي الزد بس الجمع بس. لكن لو انت عايز تعرض لي الثلاث قيم اعرضيهم. انا برسنتج ايه؟ برسنتج ايه؟ برسنتج ايه؟ اكس واي زد. خلاص يا باشمهندس؟ انتوا فاهمين البرنامج ده؟ سهل ولا صعب؟ طيب تعالوا كده اوريكم حاجه هنا. ادي يا باشمهندس انتجر اكس واي زد.
بص معايا على الصوره لو سمحت. Thank you.
ايه رايكم لو جيت هنا يا باشمهندسين وعملت له كده؟ عملت له مثلا برسنتج اف كمان هنا. ايه رايكم في التمارين على الصفاره دي؟ برنت اف برسنتج اف برسنتج اف وزد. ايه الغلط في الامر ده؟ انا عامل موصفين تشكيل بس كان متغير؟ متغير واحد. تخيلوا او حد يقول لي كده او تتوقع ايه اللي المفروض البرنامج يعمل؟ هو يعني ما كنتش قربت من الصح. هو طبيعي ان البرنامج مش هيديني ايرور، يعني البرنامج هيشتغل ويتنفذ عادي، بس لما يجي يطبع هيطبع الزد صح، بس يجي على البرسنتج اف الثانيه ما يلاقيش لها متغير فيطبع اي كلمه، يطبع اي ايه؟ يطبع اي كلمه. فهمتوا حاجه؟ فلازم اخد بالي من حاجتين في المنطقه دي، اخد بالي من الترتيب واخد بالي من عدد المتغيرات. يعني مثلا لو انا كنت عامل مثلا انتجر كمان ايه والايه هو بيساوي 10 وعايز اعرضه، كنت المفروض اعمل ايه هنا؟ برسنتج ايه بقى؟ برسنتج بي صح كده؟ هو جاي قايل له مين هنا؟ بقول له ايه؟ طب بصوا الفلو غير الفلو، يعني الاول فالاول، الثاني فالثاني. لو جيت عكست يا باشمهندس برضه هيطلع لك نتائج غلط. فلازم تاخد بالك من الترتيب والعدد. ماشي يا باشمهندسين؟ طب هو انت يا باشمهندس البرنامج بيطلع لي اخطاء؟ انت البرنامج انت عملته ما طلعليش اخطاء. بصوا كده وريتها لكم السيشن اللي فات وريتها لكم كمان مره اهو. لو جيت الاهم شايفين ايه اللي حصل؟ وقلت له بقى البرنامج بتاعك كده. طب لو قلت له يس، لو قلت له مثلا هقول ستوب وهروح هنا على طول البيت واقول له بيلد. بيلد يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني شوف لي الاخطاء. اروح على سيست الاول من تحت هلاقيه يقول لي ايه؟ شايف دي هنا كلمه سكسيد، عشان بس الناس اللي مش شايفه ورا كلمه سكسيد جنبها زيرو، جنبها زيرو يعني انا البرنامج ما نجحش. كلمه فيلد جنبها 1 انا من البرنامج دي مش شايف. هتروح تقرا يقول يا باشمهندس هتلاقيه يقول لك ايه؟ ميسنج سيمي كول، يعني في عندك سيمي كول ناقصه. وكمان بصوا بقى شايفين انا عامل ايه؟ انا بغلط وداني فين؟ وداني عند السطر اللي فيه ايه؟ اللي فيه سيمي كول او اللي قبله هو السيمي كول. يعني هو واقف هنا يبقى اكيد المشكله في اللي قبله. اروح على اللي قبله احط سيمي كول وهعمل جد هلاقي سبسيدي جنبها واحد. سبسيدي بقى جنبها واحد تاني. ماشي يا شمسين؟ فهمتوا معنى ان انا اقول لك البرنامج مش هيديك ايرور بس يطلع لك فيها غلط؟ لازم تعرفوا تفرقوا بين الكلام ده. بص كده كمان تضغط مصر تاني ولا لا؟
كده بس البرنامج فيه بس امر واحد اسمه بنت ايه الامر اللي تحت ده مش هياخد ولا هيسرقه منك. اجي اقول له ده طلع لي كلمه ايه؟ كلمه كل. طب تعالى جميل كلام بس كانت كده 100 100 هعمل ستوب وهاجي اقول له سلاش تي وبعدين كلمه تاني. ايه اللي حصل؟ جميل كده كلام سهل. طيب جاوبوني انتوا بقى كده زي الشطار واللي هتجاوب هتاخد الماينس اللي هتجاوب صح هتاخد اوفر اللي هتجاوب غلط هتاخد الماينس. انا عايز يكون عندكم ثقه في نفسكم. انا هخليكم عندكم ثقه في نفسكم كده ما تخافوش يعني. ايه يعني لما تاخد ماينس غلط؟ ايه المشكله؟ كلمه احمد سلاش تي ان المفروض ايه اللي ترفع على الشاشه؟ ها؟ احمد انا بستخدم اللي هاتي ده ارفع ايه؟ صوري يا صوري يا باشمهندس اللي مالهاش كده مالهاش كده بتروحوا ايه؟ طب بص انا بحب العمل يعني انا بحب نشوف النتائج وبعدين نحكم عليها. تعالوا كده نشتغل. قول يا باشمهندس تمام صوت تمام الله ينور عليك كده باشمهندس قالت صح وتاخد درجتين بقى. بص يا باشمهندس طب ما انت قلت غلط هتيجي من هنا خلاص خلاص بص في ايه اللي حصل في البرنامج؟ هو انا بقول لكم سلاش دي معناها 8 مسافات 8 مسافات سلاش تي يكون جاي باصص على الاقل لو لقاهم 8 مسافات يقول لك اعمل 8 امداد. فاكرين كلمه تلقى؟ ردوها تبقى كام حرف؟ فلما لقيتهم 8 انا دي عامله 8 امداد. طب كلمه احمد كام حرف؟ كام حرف؟ كام حرف؟ صعبه ولا سهله؟ طيب يا باشمهندس تقول لنا الكلام ده ليه؟ عشان ممكن الدكتور يجي يقول لك يا باشمهندس طلع لي النتائج بشكل صفوف واعمده. فسيادتك لو مش عارف معنى سلاش تي كويس هيبقى هنقول طالع منك عامل كده. على ذوق وده طبعا ما ينفعش. خلاص يا باشمهندسين؟ فنركزوا في حاجه بسيطه زي دي. طب جميل لو شلنا سلاش تي نعم؟ لو سلاش تي احمد كام حرف؟ هيتمهم كام؟ هيتمهم 8. بصوا كده على السبوره كام حرف موجود؟ احمد وبعدها 3 مسافات بس. طب ممكن ماشي؟ طيب لو انا شلت سلاش تي وحطيت سلاش ار توقعكم ايه اللي يتم؟ ها؟ هيكتب انش وبعدين؟ طب احنا هنرجع بس نقول كم احسن. هشيل تي واحط ار واوريكم النتائج وقولوا لي ار تتم ليه؟ ها؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل اصلا؟ يعني ايه اللي بيحصل؟ بصوا انا كاتب لكم قصادها ايه؟ العوده الاول ايه؟ يعني يا باشمهندس تروح على سطر من الاول تلغي اللي فيه تكتب من دي. فهو في البدايه كتب كلمه ويلكم وبعدين سلاش ار قام جاي لا يعني ماسح ويلكم واقف عند اول السطر اكتب انش قام جاي كاتب انش. ماشي انا بعرفكم انا بعرفكم سلاش ايه؟ السلاش ار استخدامها ايه؟ عشان انت مش بتسال انا بعرفكم مثال بس لكن هي فعلا لو كتبنا انش معناها انش خلاص. طيب سلاش دي بقى انا هسيبها لكم انتوا تجربوها في البيت عشان تعرفوا النتيجه ماشي؟ طيب كده احنا خلصنا حاجه اسمها التوعيات اللي هم 50 احنا كده المفروض عندنا شويه هنروح لحاجه اخر حاجه في السكشن حاجه اسمها حاليا انا ما اعرفش لها استخدام بس انت على طول يمكن تختار اي تطبيق ماشي بس حاليا انا مش ما عنديش استخدام على طول ماشي. طيب ركزوا معايا اخر حاجه في السكشن حاجه اسمها فيلد ويث سبيسيفاير يعني مواصفات ها يعني ايه يا باشمهندس؟ يقول لك هي طبعا مش صلاه مع ارقام الحدود في الغالب.
بيقول لك يا باشمهندس لما تيجي تعرض القيم العشريه يعني 13 ونص زي ما باشمهندس كده في الدروس انت عايز تعرضهم في كام مسافه؟ والله عايز اعرضهم في 8 مسافات. طيب يا باشمهندس 8 مسافات عايز كام رقم بعد القيم العشريه؟ عايز بس رقمين. هيقوم جاي واخد يا باشمهندس القيمه بتاعتك وعرضها لك في كام رقم؟ عرضها لك في 8 مسافات كم مرة ما تقام عشرية؟ رقم صح كده؟ انا هديكم مجموعة امثلة على السريع هكتبهم على السبورة وانتوا فكروا في الاجابات بتاعتهم عشان تقولي عليها. هتاخدوا درجة بس مش هتجاوب هتاخد درجة. أول واحدة محتاجة واحد يكون دماغه شغالة شوية. قبل ما حد يرفع ايده قبل ما حد يرفع ايده قلت له لا تكتب كده. بس أنا مش بفضل في الماينس. يعني هدي ماينس يعني هدي ماينس. نعم. حاضر. حاضر. برند اف وما بين ضرب الكوتيشن اللي كانت برسنتج اف وبعدين كوما 20 ضد 3 2 6 6 7. المطلوب كل اللي هتعمل على الشاشة ده اللي البرنت ايه لو خدتها وكنت في البرنامج دلوقتي ايه اللي طالع على الشاشه الصدى؟ نعم زي ايه؟ يعني هكتب ايه هنا؟ قولي لي اللي هكتبه يعني هكتب ايه؟ خلاص مش عايز اسم البرنامج سيب البرنامج على اسم ايوه 20 3 2 6 6 7 صح كده؟ لا لا 10 7 انا بسمع بس يا باشمهندس بعد اذنك ما حدش يتكلم سريع هنا قول يا باشمهندس 20 دول 3 2 مالين يلا 6 2 7 صح يا باشمهندس والله صح انا عارف انا غلطت غلط وماينس كده الحل بتاعها صح ايه بس من البرنامج تتبرعني انا بحاول اغلطكم ليه؟ عشان اشككم في نفسكم وانا عايز تبقى عندكم ثقه في نفسكم لما كنت في دماغك اجابه والصرمه ثابته يبقى يعرف ان الحل هيطلع مظبوط انا عندي برسنتج ايه انا حددت ارقام ولا حاجه خلاص هيبقى له قيمه زي ما بس ناخد مرحله صغيره بس فاكرين في الفروق السكشن اللي فات قلت لكم بياخد كام رقم بعد العام العشريه ست ارقام بعد العام العشريه يعني كام 1 2 3 4 5 لا خلاص اوكي كده تمام زي الفل طب بص بقى لو كنت كاتب هنا 7 7 كملوا بقى بص 2 3 2 6 6 7 كده ست خمس ارقام يكمل السيت 7 لما تكون 7 يبقى كام؟ صح؟ الجزء الثاني محتاج واحد اسكى كمان اسكى من كده كمان يلا قول يا باشمهندس قول يا باشمهندس اثنين زيرو ها ثلاثة صح كده؟ طب الشاشة السوداء موجودة فين؟ يعني قال الشاشة السوداء كم مسافة على اليمين وكم مسافة على الشمال؟
كلية باشمهندسة شمعة اليمين يا باشمهندسة؟ أنا ليك الرقم مفيش طيب ماشي أنا بادئ من على اليمين أهو خمسة واتنين من عشرة خمسة واتنين كم مسافة سيبوا مني بقى؟ مش هسيب حاجة صح كده؟ يبقى كده قلب بقى ومظبوط ان انا لو جاي من اول الشاشة يظهر لي اتنين صح؟ طيب الباشمهندسة والباشمهندسة والباشمهندسة هتكون لي اسمعكم بعد السيشن طيب بص بقى كده هقرا معاكم عشان ده جات كتير يعني هتفكر ان انا ده السيشن بقى والله هو بص يا باشمهندسة بص كده احنا بنقول يا باشمهندسة الخمسة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن عدد الأرقام الكلية طب الاثنين دي عبارة عن ايه؟ قول عدد الارقام بعد العلامه العشريه صح؟ طيب ادي الرقم اهو انا عايز منه كم رقم بعد العلامه العشريه؟ اثنين بالظبط هو جاي واخد الرقم الاول وحط واخد الرقم الثاني وحط بس ما تاخدش الرقم الثاني وخلاص قربه فدول اديها كام يا باشمهندس ست؟ اخدتها كام ديت؟ اخدتها ثلاثه الثلاثه ثلاثه خلصت بقوم جاي حاطط العلامه العشريه والارقام الصحيحه ما ينفعش تنقص منها حاجه فحتى لو كنت قايل لك هنا 4.2 كنت هتحط برضه هنا كام؟ 20 خلاص كده حطيت ال 20 يا باشمهندس تعالوا تعالوا نشوف كده اجمالي الارقام كام؟ اجمالي الارقام دلوقتي خمسه قدامكم خمسه صح كده؟ عد كده 1 2 3 4 5 في حاجه ناقصه؟ يبقى ما احطش مسافات ناحيه ناحيه خلاص يا باشمهندس او الناحيه دي الشمال لو كوكب هنا مفيش سالب اهو صح كده؟ مش معايا اربعه مفيش سالب يبقى بدايه الكتابه بتاعتي من اليمين اهو اللي هي الناحيه ديت يعني ولو فضل المسافه دي هتحطها لمال بص معايا المثال دي عشان تفهم مش شايفين؟ مش شايفين؟ مش شايفين؟ كده شويه؟ طيب طيب انا هقول لكم انا بص كده المفروض اللي يحصل بقى Yeah.
طيب تعالوا انا وقفت لحد الايه صح؟ بعد الايه في ايه؟ مسافه او جاي سايب مسافه. طب بعد المسافه في ايه كمان؟ او جاي سايب كمان مسافه. طب بعد المسافه دي في مين بقى؟ في رقم صح كده؟ او جاي رايح طبعا الرقم ده بس بس طباعه الرقم خد بالك بدايه من هنا بقى يعني المسافتين دول اهم بيتحطوا زي ما هم. انا عارف ان هم ما هو انا مش مس... انا عامل في المسطره انا متخيلها قدامكم ان انا سايب مسافه اهو عشان تشوفوا ان دي عباره عن مسافات. فهمت يا باشمهندس؟ يعني انت في البريد هيك كده هتلاقي عامل مسافات. يعني لو انا جيت يا باشمهندس شلت السلاش بار ديت وجيت عامل كده عدد المسافات ديت وجيت قلت له شالها هتلاقي طبيعي ايه؟ سايبت المسافات اللي انا قايله سيبها دي اهو زي ما انت شايف كده على الصفحه. لا انا قدرتهم ليه هم اثنين؟ انا قدرتهم على السكوره هم اثنين ماشي؟ لكن هم ممكن لو موجودين هنا في منتديات اربعه حسب ما انت عملتها فيهم ماشي؟ طيب وبعدين 8 ضد 1 هيقعد ايه؟ 12 ضد نص هيقعدها هيبقى 50. طب كده انا خدت كام رقم؟ 1 2 3 4 فاضل كام؟ 4 كام كمان المسافات ناحيه الشمال. طب نفس الامر ده عملته تحت بس في الثانيه. يبقى المفروض اللي يحصل هو هيعمل 3 ضد 0 بس البدايه من ايه؟ اه يبقى 3 ضد 0 وبعدين يسيب كام مسافه؟ 5 1 2 1 2 3 4 5 وبعدين كام مسافه ثانيه؟ مسافتين وبعدين يجي على الجنب اللي هو يبقى 12 ونص وبعدين يسيب كام مسافه هنا؟ اربع مسافات. فهمت حاجه؟ دي اسمها ايه بقى يا باشمهندس؟ ليفت جاستيفاي يعني محاذاه ناحيه اليسار. لو انا عايز اعرف كمان اعرف دلوقتي الامر ده مرتين يعني الامر ده كتبته كمان مره هنا ايه اللي هيتغير؟ 3 ضد 0 12 ونص شايفين ايه ده؟ صفروا عمودين صح كده؟ يبقى ده معناه ان انا بعمل محاذاه ناحيه اليسار لمجموعه سكوك او مشبكه. خلاص يا باشمهندس؟ طيب ده محاذاه ناحيه مين؟ لا هتلاحظ ان هم جايين ناحيه اليمين كده فدي هتحط لها ناحيه اليمين. ايوه نعمل سلاش ان بعد سلاش ان نكمل الجمله صح كلام سليم جدا صح. باشمهندس ابتدي بقى بدل ما اكتب الاثنين بريد اف يا باشمهندس انا هاجي هنا كده هاجي هنا وهعمل سلاش ان معناها ان هو نزل فين؟ هو مجرد الاثنين دول ونكررهم كمان مره صح ولا صح ولا الكلام ده صح؟ صح ماشي. انا عايزكم انتوا بتنفذوا في البيت تجربوا وتفكروا في قلب البرنامج ده الحاجه الوحيده اللي هتعلمها. كل الملاحظات اللي انا بقولها لكم ديت انا مش جايبها من الكتاب ولا من البحث على النت ولا الكلام كله، كل الملاحظات دي انا جايبها من خلال التشغيل. ها؟ دي لو 4 و2 ايوه. طب بشوف السؤال دي ملاحظه جميله جدا كمان. بتقول لي ديت لو 4 و2 بص هو انت عايز تجرب مع الاعلام؟ جميل حطيت الاثنين صح كده؟ وبعدين حطيت العلامه 20 وبعدين الرقم الصحيح بينزل زي ما هو بس في مشكله لو جيت عديت دول هتلاقيهم كام؟ ايه المشكله يعني؟ عادي. لان انا اصلا ما ينفعش اشيل من الارقام الصحيحه كده. طب ما تسمع التكرار ما تسمعش من الكسر. انا ايه اللي هحط الكسر 2؟ عشان اقول الكسر 2 يبقى اول حاجه قلت لهم ان هو شيء صحيح وهو هو شيء صحيح. طب برضه عشان اتاكد من الكلام ده لكم معلش البرمجه دي تجارب يعني ممكن قبل ما نقول معلومه نجربها عشان نتاكد منها فنتاكد من الكلام ده لكم ان تكون الكلام هي اللي صح. تعالى نكتب ايه؟ الكلام ده. لو طلع الكلام هي اللي صح انا هديها خمس درجات من عمل لا مفيش مارس لا برسنتج مالون برسنتج كام؟ 4 ضد 2 وبعدين هعمل 4 ضد 2 ده وبعدين هعمل كوما كام؟ 20 ضد كام؟ 3 2 6 6 7 خلاص 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 الحمد لله بص كده لا خلاص ايوه ايوه
لسه لو سمحت تطلعي البرنامج اللي اتكلمنا عنه الاسم اللي فاضل قدامنا اهو ماشي لسه هي النمبر ماشي بعدها ده كان مسجل ده كان ايه انت نمبر فايل واعمل التوصيل بتاعه ورايح للفايل اعمل التوصيل بتاعه بعدين مكتوب اهو بنعمل ايه بقى يا باشمهندس اول حاجه بعمله سيف انا اسميها مثلا لاب 1 زي ما هو مكتوب قدامك كده انت سمي اللي انت عايزاه خلاص كده ماشي اول خطوه بعدها بعمل كومبايل ترجمه هاي الكومبايل موجود عندنا هنا اقول له كومبايل ايه امر كومبايل عمل ايه زيرو ايرورز تمام ترفع الايرورز تبقى زيرو طب تعالى كده نعمل غلطه ولا حاجه انا هشيل فصله موجوده ومش هكتب اي امر بقى ماشي كده يا جماعه وهذا اقول له كومبايل كومبايل عندك 1 ايرور تمام بريس اني كي هتبصوا في الجزء اللي تحت اللبن اللي تحت ده هتلاقيه كاتب لكم ايه فين الايرور او ايه الايرور اصلا خلاص هتلاقيه بيقول لك عندك ستيتمنت ميسنج سيمي كولون فصله مضغوطه ناقصه في امر ماشي بروح اعدل اللي انا لخبطت فيه اروح اعدل اللي انا لخبطه واروح ايه اصلح الخطا اللي عندي طبعا اقول له موبايل هيديني زيرو بعد كده اروح اختار مين اللي هي بتعمل لينك تمام اداني زيرو ماشي كده يا جماعه طيب بعد كده اقول له رن رن ايه اللي حصل؟ الشاشه اتوقفت خالص جاب لي الجمله اللي انت طبعها في الاول انتر 6 ريال نمبر خلاص كده هدخل ست ارقام فيهم كسور وممكن نحط ارقام سالبه كمان عشان نشوف بيعمل فيها ايه بصوا كده الرقم التاني ده تلاته في اربعه في تلاته كسر وقايله ان الكسر ليه مكانين اتنين بس خلاص هدخل بس الدخله اربعه في الرقم الاخراني المفروض هيقرب لاقرب رقم 10 ماشي هعمل مثلا كده تاني 8 7 8 مثلا خلاص وادخل رقم عادي مثلا ما فيهوش كسر وادخل رقم سالب كده دخلنا كام؟ ست ارقام خلاص هعمل ايه ده؟ ماشي هو ده ثلاثة باشمهندس هو ده اللي بيشتغل عليه اصلا هو ده هو السي نفسه ازرق لكن الفيجوال السي بلس بلس بقى بيبقى زي الفيجوال